ازيكم حبايب الغاليين دفعه ثالثه ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اخبار المذاكره معاكم ايه؟ بشدين شدين كويس، اوعى تكون بتتراخى، احنا مش مقصرين في اي حاجه، فمن فضلك مش عايزك تتراخى، عايزك تدوس على نفسك، عايزك تحمل على نفسك، عايزك تحل. طول ما انت قاعد فاضي بتحل اسئله كتير جدا هتفرق معاك. الدنيا ماشيه معاكم كويس؟ مظبطين كل المواد؟ المجموع مش على ماده واحده، المجموع على كل المواد. قسم وقتك كويس، ذاكر كويس، حل كتير، حل كتير. اسمع وائل بتاع المنيا بيقول لك ايه؟ حل على قد ما تقدر. ليه يا مستر؟ هيفرق معاك جدا جدا جدا. تمام؟ يلا يا ريس طالعين النهارده نحل مع بعضينا شويه تراجم، وهنحل امتحان على الوحده الاولى. بس في الاول هقول لك ان انا عايزك هتحفظ صفحه 2 وصفحه 3، صفحه 2 وصفحه 3 دول هتحفظهم، دول كلمات خارجية بعيدة عن كلمات المنهج، عشان تفتح مخنا في الترجمة، وتفتح مخنا في الايه؟ في السكيلز، وتفتح مخنا واحنا بنحل الكومبريهنشن، هتفرق معانا جامد جدا. يلا يا غالي، اتفضل افتح معايا، هنحل مع بعضينا تمارين نماذج الوزارة الاسترشادية العام الماضي. تمارين نماذج الوزارة الاسترشادية، كان صفحة كام يا مستر؟ صفحة 30. وابدأ قسم الكلمات اللي من قدام دي، كل يوم هناخد صفحتين. كتير يا مستر؟ كل يوم خد صفحة. تبعني، لازم تحفظ كلمات خارجية، هتفرق معاك جامد جدا. يلا يا غالي، تمارين نماذج الوزارة الاسترشادية للعام الماضي. الترجمة هتيجي تشوز. الامتحان هيبقى بنظام البابل شيت زي السنة اللي فاتت، وهتحل الترجمة تشوز، فمن فضلك ركز جامد. يعني يا مستر مفيش مقالي؟ أتوقع مفيش مقالي، هيبقى تشوز. يلا يا غالي، تشوز ذا كوريكت Arabic ترانزليشن، عايزين نختار الترجمة العربي الصح زي ما معودك. جلوبال تريد يعني التجارة العالمية، ليدز تو ا بيج economic growth يعني يا مستر تؤدي الى نمو اقتصادي كبير، يبقى التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير. حلو جدا، التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير، التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي محلي. ما انت قلت لنا يا مستر اول ما تقع في كلمة شيلها استثنيها عشان تعرف تكمل. التجارة العالمية تؤدي الى نمو اقتصادي كبير. حلو جدا. In different regions يعني في اقاليم مختلفة، في اقاليم مختلفة، في اقاليم مختلفة، في اقاليم مختلفة. حلو جدا. All over the world في كل انحاء العالم، في كل انحاء العالم، في كل انحاء العالم. حلو جدا. تمام؟ So لذلك، لذلك. حلو جدا. All the world countries كل دول العالم، aim to تسعى الى، تهدف الى. حاضر، لذلك لا تسعى. طارت يا مستر، اتعلم من فضلك بحل ازاي. لا تسعى دول العالم، يبقى دي طارت يا مستر كده. عندي الاثنين اللي فوق، لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل، هنا ضعيف وهنا كبير. اقرا all the world countries aim to develop it greatly يبقى بشكل كبير يا مستر، يبقى ضعيف هتتشال، والإجابة بتاعتنا هتبقى ب وعليها درجة. من فضلك ادي نفسك درجة. احنا كل ما هنحل امتحان هناخد صفحتين تراجم معاه. من فضلك اتوسل اليه، حل معايا، حل معايا مستر، مفيش ورق، حل معايا. يعني يا مستر احل وانت بتحل؟ ايوه حل معايا، ما تقعدش ساكت تتفرج عليا، لازم انت تشارك بنفسك. يلا يا مستر. نمبر 2،
نفس الفكرة ترجمة من انجليزي العربي. يلا يا غالي. I like living in open places. احب العيش في الاماكن المفتوحة. And fresh air والهواء الطلق. And spending much time in parks. اقضي وقت كبير في الحدائق. Among the trees بين الشجر. And flowers والورود. يلا. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة. حلو. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة. لا أحب طارت يا مستر. طارت أهو واحدة. لازم تطير واحدة وتبدأ تركز هدفك على الثلاثة التانيين. أحب الحياة في الأماكن المفتوحة والهواء الطلق وقضاء وقتا. هنشوف spending much time يبقى وقت كثير يا مستر. هنا كاتب قليل. طارت. اتعلم بحل ازاي. قضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الاشجار والورود. مستر هنا احبه هنا لا احب. هنشوف. ارجع تاني معاي. I don't like closed or crowded places. مستر هنا احب الاماكن المغلقة والمزدحمة. هنا غلط. امال ايه يا مستر؟ لا احب الاماكن المغلقة والمزدحمة. هتبقى جيم. من فضلك قيم نفسك. قول لنفسك جبت كام. من فضلك قيم نفسك. اللي هيجوا في الامتحان 4 تراجم 2 انجليزي و2 عربي. من فضلك قيم نفسك. يلا يا غالي. نمبر 3. واحدة واحدة وعلى مهلك. نفس الكلام. ترجمة انجليزي ومديني 4 تراجم عربي. يلا يا غالي. Cultures يعني الثقافات. Have different customs. للثقافات. للثقافات. مالها يا مستر؟ عادات. عادات مختلفة. يلا نشوف. كان للثقافات. مستر ده هو كاتب مضارع يبقى طارد. للثقافات عادات مختلفة. للثقافات عادات مختلفة فيها التعامل. للثقافات عادات مختلفة فيها التعامل. حلو جدا. To deal with a child's teeth fall out يعني سقوط أسنان الطفل. مع سقوط أسنان الطفل. حد كده تمام. In Korea في كوريا. ففي كوريا تمام. ها. They throw the lost teeth. ففي كوريا يتم إلقاء السنة. هي مكسورة يا مستر ولا مفقودة؟ لا هي مش مكسورة هي مفقودة. يبقى طاروا الاثنين هم. Up on a house roof. يا مستر هي على السطح ولا خلف السطح؟ لا يا مستر مش خلف السطح. كاتب up. Up on a house roof يعني على سطح المنزل. ضمننا الدرجة يا مستر. حبيبي دي نماذج الوزارة الاسترشادية. احنا مش مألفينهم. دي نماذج الوزارة الاسترشادية اللي ادهم لنا السنة اللي فاتت عشان نعلم منهم الطلبة بتوع السنة اللي فاتت. فمن فضلك ركز فيهم جامد جدا. يلا يا غالي. 4. Living in a big city. العيش في مدينة كبيرة. Has become an unhealthy and harmful life nowadays. اصبحت الحياة. هو كاتب الحياة ماشي في مدينة كبيرة. حياة غير صحيحة. غير صحيحة غير صحيحة غير صحيحة. يا مستر ده هو كده مترجمها كلها. طب ماشي خلاص هي المفروض غير صحية. خد بالك هو كلمة unhealthy يعني غير صحية. يعني المفروض دي تتعدل بس ما علينا خلاص ما دام فيهم كلهم. يبقى an unhealthy and harmful. غير صحية وضار. ماشي. غير صحية وضار. صحية يا مستر. حياة صحية وضارة. طارت. أصبحت المعيشة في مدينة كبيرة غير صحية وضارة. كل ده المفروض تبقى صحية مش صحيحة. ماشي. ركز كويس يلا. There is nothing except trees. لا يوجد شيء باستثناء الشوارع. Full of fumes مليئة بالعوادم. And noise مليئة بعوادم السيارات. والضوضاء. Which affect people's health. التي تدعم. لا مستر التي تؤثر. طارت. اهو. يوجد كل شيء. هو كاتب يوجد كل شيء.
there is nothing, لا يوجد, لا يوجد شيء. يبقى دي طارت. ماشي يا مستر, غالبا هي دي بقى الاجابه الصحيحه, لا يوجد شيء باستثناء شوارع مليئه بعوادم السيارات والضوضاء التي تؤثر على صحه الناس واعصابهم. هي دي يا مستر وعليها درجه. اتوسل اليك عشان خاطر ربنا, انا عايزك تتعلم بحل ازاي. الموضوع هيفرق معاك جامد جدا لو لقطت الحرفه بس اللي انا بحل بيها. هتلاقي نفسك مفيش ترجمه بتقف قدامك وهتبعتني وتقول لي الله يبارك لك يا مستر الترجمه بقت حاجه سهله جدا. تعال نجرب واحده تاني. نمبر 5, واحده واحده من فضلك. نمبر 5 بيقول لك توليرانس يعني التسامح is a good quality يعني سمه او صفه that all religions اللي كل الاديان cultures كل الثقافات social systems والأنظمة الاجتماعية call for تدعو لها. يلا نشوف. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية. لحد هنا كله تمام. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية. لحد هنا تمام. إن التسامح صفة جيدة تدعو إليها جميع الأديان والثقافات والأنظمة الاجتماعية. لحد هنا تمام. إن التسامح صفة جيدة تتصل بها. طارت يا مستر واحدة. تمام كده طيرنا واحدة. عندنا ثلاثة. اتعلم بحل إزاي. القطها مني تبعني. هتخدمك جامد جدا وهتريحك وهتشيل الوش من دماغك. سؤال وهترميه من ورا ظهرك. تبعني. يلا يا مستر حاضر. Call for. We can feel it obviously. يمكننا أن نشعر بها بوضوح. يمكننا أن نشعر بها بوضوح. وقد نشعر بها بوضوح. هو كاتب نستطيع مش قد يا مستر. يبقى دي طارت برضو. كده عندي اتنين. ماشي يمكننا أن نشعر بها بوضوح. كمل. يا مستر. In our daily treatments. يا ترى هي علاجات ولا تعاملات يا مستر؟ لا يا باشا هي مش علاجات. كده دي طارد ودي طارد. تمام ودي طارد. يبقى ما عنديش غير يا مستر. يبقى ما عنديش غير ألف أو تعاملاتنا اليومية. وفي بعض الأحيان قد يبدو أنها تختفي لكنها موجودة دائما. هي يا مستر إيه؟ ركز كويس معايا. دي مش علاجات, دي تعاملات. هتبقى ألف. طيرنا ايه يا مستر؟ طيرنا دي عشان قد نشعر. تمام؟ طيرنا دي اهو عشان تتصل. طيرنا دي كاتب علاجاتنا اليومية, هي تعاملاتنا اليومية. واحدة واحدة وعلى مهلك مش هتلاقي غلطة إن شاء الله في الترجمة. كمل يا غالي. نمبر 6. واحدة واحدة وعلى مهلك. نمبر 6. The new traffic law, قانون المرور الجديد, is extremely strict, يعني صارم. يلا نشوف يا مستر. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية. تمام. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية. إن قانون المرور الجديد صارم للغاية. واحدة واحدة. مش هتعرف تحل غير باللي بعمله ده. It aims at protecting, يهدف إلى حماية the lives of innocent citizens, يهدف لحماية حياة الأبرياء المواطنين الأبرياء. وهو يهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء. وهو يهدف إلى حماية أرواح المواطنين الأبرياء. وهو يهدف إلى حماية المواطنين الأحياء, لا الأبرياء يا مستر. الأحياء الأبرياء يا مستر. كده خلاص اتبقى لنا اتنين. امشي جملة جملة. والله ما أنا اللي حاططهم دول. دول بتوع نماذج الوزارة الاسترشادية. واحدة واحدة. يلا يا مستر. الأبرياء. تمام. بيحمي الأبرياء. From the recklessness, من تهور of some drivers. يبقى بيحميهم من بعض السائقين, لا من تهور يا مستر. recklessness
يعني تهور بعض السائقين، وتشمل العقوبات الحبس ودفع الكثير من المال كغرامات. اهو punishment، طلع الكلمات دي واحفظها. العقوبات include، تشمل قبلها الكل وبعدها الجزء. imprisonment يعني وضعه في السجن، and paying a lot of money ودفع الكثير من المال. يبقى الاثنين تشمل العقوبات. كده الإجابة هتبقى يا مستر، الإجابة هتبقى ب، عليها درجة، احنا اولى بربع درجة مش بدرجة، فمن فضلك ركز، عليها درجة. هات واحدة تانية يا مستر. يلا يا غالي. It's healthy يعني يا مستر يعني من الصحي، to eat fruits انك تاكل فاكهة، and vegetables وخضروات regularly بانتظام. من الصحي عدم، هو ما قالش عدم يا مستر، طارت اول واحدة. من الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل غير منتظم يا مستر، ده كاتب regularly بشكل منتظم، طارت التانية. انا بوري لك بحل ازاي. من الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم، تمام؟ من الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم، حلو جدا، كل يوم. وأن لا نقلل، وأن نقلل، تعال نشوف. Every day to reduce eating sweets. يبقى وأن لا نقلل، غلط يا مستر، وأن نقلل من تناول الحلويات والشوكولاتة لأنهما ضارين بصحتنا. الإجابة هتبقى دي أو دال. ركز كويس في كل كلمة بقولها، من فضلك اضمن الترجمة. الموضوع سهل بس انت حطه في دماغك. نمبر 8، معلش التصوير البي دي اف سيء شوية لكن هي مقرية. يلا يا غالي. Our national income يعني دخلنا القومي، طلع واحفظ اهو. National income يعني الدخل القومي. Has many resources يعني موارد، طلع الكلمات واحفظها، طلع الكلمات واحفظها. انا وعدتك بعد يونت 3 مش هتحتاج تكتب كلمة تاني لان هنبقى طلعنا كل الكلمات. يلا يا غالي. لدخلنا القومي العديد من المصادر، تمام؟ لدخلنا القومي العديد من المصادر، لدخلنا القومي العديد من المصادر، لدخلنا القومي العديد من المصادر. لحد هنا يا مستر كلهم زي بعض، حلو جدا. Some are stable resources، بعضها ثابت اهو، بعضها ثابت، بعضها ثابت، بعضها غير ثابت، طارت، طارت، ادي واحدة طارت الحمد لله. بعضها ثابت، and others are unstable، والبعض الاخر غير ثابت، والبعض الاخر غير ثابت، والبعض الاخر غير ثابت. لحد كده تمام. But ولكن، ولكن tourism oil سويس كانال يعني، ولكن السياحة والبترول وقناة السويس، and the taxes والضرائب. طب تعال نشوف اهو، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس، مش هم دول فيهم الكلام. والضرائب، حلو جدا. Are the most important، الأكثر أهمية. مستر هنا كاتب الأقل أهمية، طارت، تمام؟ هنا كاتب الأكثر بس، احنا عايزين الأكثر أهمية، طارت. والضرائب الأكثر أهمية، يبقى هي دال يا مستر، هي دال. عليها كام يا مستر؟ عليها درجة، عليها درجة. اتعلم اتوسل اليك بحل، انا بطلع احل قدامك، بطلع اتعامل مع الترجمة كأني طالب زيك، عايز اشوف هجيب الدرجة ولا مش هقدر اجيبها. طب يلا يا غالي. نمبر 9، do you think يعني هل تعتقد، that man's committing crimes ارتكاب الانسان للجرائم. من في الترجمة يعني إنسان، و committing crimes يعني ارتكاب الإنسان للجرائم. In the society في المجتمع، تمام، is connected to his aggressive nature، هل متعلقة بالطبيعة العدوانية بتاعته، هل مرتبط بالعدوانية بتاعته. تعال نشوف.
هل تعتقد أن ارتكاب إنسان للجرائم في المجتمع مرتبط بعدوانية الإنسان؟ aggressive nature ماشي. aggressive nature مرتبط لحد كده ماشي. طب تعال نشوف، هل تؤمن؟ لا يا مستر ده مش يؤمن، ده يعتقد. هل تعتقد أن ارتكاب الإنسان للجرائم في المجتمع مرتبط بطبيعة الإنسان العنيفة؟ غالبا دي الصح، مش عدوانية الإنسان الطبيعية. ماشي، يعني تنفع طبيعة الإنسان العنيفة طبيعة الإنسان العدوانية كده، الاثنين دول ممكن اهو. تعال نشوف يا ريس. Or it is a result، ولا ده نتيجة، to the circumstances، للظروف، around him، اللي حوله، or both of them، ولا الاثنين. احنا كده طيرنا اثنين، بقينا اثنين. ام انها نتيجة للظروف التي، هو كاتب ايه؟ around him، التي يعاني منها. لا مش كاتب يعاني منها، كاتب المحيطة به. مستر الاجابة هتبقى دال. التعلم عشان خاطر ربنا بنجيب ازاي الاجابة الصح ونوصل للحتة الصح اللي انت عايزها. احنا الاتنين هدفنا، هدفنا نتعلم لغة، هدفنا نحفظ كلمات، لكن هدفنا الاسمى الدرجة. انا مش عايز الدرجة تطير من ايدك، انا عايز الدرجة اهم حاجة. طب حل معايا واحدة تاني، حل معايا رقم 10. I was proud، انا فخور، when my father got promoted، لما بابايا اترقى. ماشي، تعال نشوف لحد هنا. شعرت بالفخر، كنت فخور، تمام، ها، عندما حصل والدي على ترقية. شعرت بالفخر عندما حصل والدي على ترقية. شعرت بالفخر عندما حصل والدي على ترقية. شعرت بالفخر عندما حصل والدي على ترقية. ماشي. He has worked hard in this organization. لقد عمل بجد في هذه المنظمة. ماشي. لقد عمل بجد في هذه المنظمة. لقد عمل بجد في هذه المنظمة. لقد عمل بجد في هذه المنظمة. يا مستر. For ages. لفترات طويلة. لفترات طويلة. لفترات طويلة. يا مستر. So he deserves، يستحق، to be the executive director، لذلك يستحق أن يكون المدير التنفيذي، مش المدير العام، مش المدير التحفيزي، مش المدير التركيبي. الوحيدة اللي تنفع المدير التنفيذي هتبقى ألف. الوحيدة اللي تنفع، تبعني تبعني، اديني دماغك شوية عشان نعرف نحل مع بعضينا. اديني دماغك شوية. حلينا كم ترجمة يا مستر؟ حلينا 10 تراجم. انت هتاخد واجب صفحة 32 33 34. انت هتاخد واجب من 32 ل 34. ده هنحله مع بعضينا يا ريس. انت هتاخد واجب من 32 ل 34. حل تراجم على قد ما تقدر. اتعب ودوس على نفسك شوية، الموضوع سهل، الترجمة بقى أسهل سؤال علينا في الامتحان. انت هتحفظ ايه يا مستر؟ كلمات خارجية. هنحفظ صفحة 2 وصفحة 3. هنحفظ كلمات خارجية صفحة 2 وصفحة 3، ومش عايز ولا غلطة في الترجمة. اللي هيغلط في الترجمة مش هرحمه. مش عايز ولا غلطة في الترجمة. قفلنا يونت 1 مع بعضينا، تعال نحل عليها امتحان مع بعض. افتح معايا نحل امتحان على يونت 1. يلا يا وحوش، رجعنا لكم تاني حبايب الغاليين. هنحل مع بعضينا تيست 1 بيزد اون يونت 1 من كتاب جيم. عايزك تقيم نفسك. قلت يا مستر؟ عايزك تقيم نفسك. ميزة انك تحل امتحان على بعضه هي انك تقيم نفسك. انا وصلت لحد كام من 40 في اليونت الاولى يا مستر؟ ما هو الامتحان مش مبني على اليونت بس، ما احنا طالعين عشان القطع، عشان
الترجمة عشان أعلمك بتعامل إزاي مع الامتحان. ده أنا لسه كمان هدربك إزاي تتعامل مع الورقة البابل شيت عشان عينيك ما تجريش يمين وشمال وتحط سؤال مكان سؤال. هعلمك تتعامل معها إزاي. طب أنت عايز مننا إيه؟ عايزك تشد حيلك معايا شوية. تشد حيلك معايا شوية. يلا يا غالي نبدأ. The court المحكمة ruled يعني حكمت. المحكمة حكمت that أن the company الشركة who owns the ship ever given. طبعا كلكم سمعتوا عنها السفينة دي. السفينة اللي سدت قناة السويس باسم سفينة وأسماء السفن بتتعمل كابيتال. السفينة ever given should be fined. لازم تدفع غرامة. To not the financial losses عشان نعوض الخسارة المالية. الخسارة المالية of the Suez Canal. مستر منتم حفظنا يعوض حفظنا في الوحدة الأولى. compensate بتساوي make up for يعني يعوض. rule يعني يحكم. penalize يعني يدي غرامة يغرم. تمام. punish يعني يعاقب. يلا يا غالي. number two the aim of the scientific study. الهدف من الدراسة العلمية is to not. الهدف من الدراسة العلمية هي ان احنا نعمل ايه؟ how climate change. ان احنا ندرس ان احنا نفحص ازاي التغير المناخي can affect animal behavior يقدر يأثر على سلوك الحيوانات. انا مستر نفحص يعني ايه؟ يعني investigate. duplicate يعني يضاعف. ignore يتجاهل. increase يعني يزيد. كلهم ما ينفعوش. انا متأكد من كلامي. الكلمة اللي انت هتختارها هي كلمة احنا حافظينها في اليونت لكن الجملة يجيب براحته. لكن احنا بنوظف الكلمة اللي احنا حافظينها. انا ما كذبتش عليه. الانجليزي منهج زي اي منهج في اللي تشوز. انا ما بتكلمش على القطع ما بتكلمش على التراجم. لكن في اللي تشوز زيه زي اي منهج. امال احنا بندرس المنهج ليه؟ ما احنا بندرس اشمعنى بنحفظ كلمات المنهج وهي اللي بندوس عليها في الحفظ عشان تعرف تحل تشوز. لكن يا فندم الجمله يجيب براحته. الكلمات اللي هنختارها كلمات مذاكرينها. الجرامر اللي هنختاره جرامر واخدينه وحافظينه. يلا يا ريس. نمبر 3 a big truck يعني شاحنة كبيرة. had turned over شاحنة كبيرة اتقلبت. on its side على جنبها. and it not the road وسدت الطريق. فين يا فين يا مستر كلمة سدت اهو. blocked تسد. blocked the road يعني تسد الطريق. حافظينها في اليونت. construct يعني يشيد. booked يعني يحجز. listed يعني يضع في قائمة. نمبر 4 at the school theater في مسرح المدرسة. the play يبقى هنا اكيد المسرحية مش اللعبة. the play was made shorter المسرحية بقت اقصر. by the عملوا ايه فيها of two scenes حذفوا مشهدين. ها مستر omission خدناها. افكرها خدناها فين؟ bias by omission يعني تحيز بالإغفال بالحذف. طب addition يعني إضافة. intrusion يعني تدخل أو تطفل. inclusion يعني يشمل على جانب include. طب يلا يا مستر. number 5 the young man الشاب الصغير swam to the shore عام لحد الشط. against a strong عام ضد التيار. تيار يعني يا مستر قلنا current. كارنت امال دي يا مستر كارنت دي يعني زبيب العنب المجفف. امال دراوت يعني جفاف. امال بريزنت يعني حاضر.
Number six, the company, الشركة, gives all applicants, الشركة منحت للمقتدمين, not tests, عملت لهم اختبارات تحديد مستوى. قلنا كلمة placement تيجي بمعنى يوضع في مكان وتيجي بمعنى تحديد مستوى. اهو placement tests يعني اختبارات تحديد مستوى. to determine عشان نحدد their level of proficiency يعني مستواهم من الاحترافية. مستر فاينل يعني نهائي. كلو يعني مفتاح الحل. psychology يعني نفسي. psychology. the editor يعني رئيس التحرير. refused رفض to publish the report. رئيس التحرير رفض ان احنا ننشر التقرير. as it was full of, اصل التقرير ده مليان بايه؟ errors, اخطاء واقعية. يبقى مستر هتبقى factual. factual اخطاء تغير الحقيقة. اما لو قلت true errors يعني هي موجودة حقيقية. لا دي اخطاء بتغير الحقيقة يبقى مش هتنفع true. fictional يعني خيالي. common يعني شائع. errors about elections عايز كله يطلع الكلمة دي ويحفظها. انتخابات. elections يعني انتخابات. number 8 واحدة واحدة وركز من فضلك. don't be misled اوعى حد يضللك. ما مسليت حافظينه يعني يضلل هنا باسف. اوعى حد يضللك. into thinking that في اعتقادك ان scientific research ويقول لك ان البحث العلمي is easy ده حاجة سهلة. the verb misled كلمة misled can be the synonym ممكن يبقى المرادف لكلمة cheated يعني اوعى حد يغشك اوعى حد يضللك. promote يعني يرقي او يعزز. assist يعني يساعد. affect يعني يؤثر. number 9 where not دخلنا في الجرامر. where not at 3 كنت فين الساعة 3 ها قال له I was at the library انا كنت في المكتبة. ده سؤال عادي جدا يحله بتاع تاني اعدادي بيكون سؤال. I was في الاجابة تتحول ل where you في السؤال اهو. where were you كنت فين. where you رد عليه قال له I was at the library. قلنا where you في السؤال بتتحول ل I was في الاجابة. number 10 we don't live in اسيوط now احنا مش عايشين في اسيوط يعني خلاص ادي المعطيات اللي عندنا ان احنا حاليا مش عايشين في اسيوط. we not there for 30 years ما انت محفظنا يا مستر ان فور دي بتيجي مع المضارع التام. حلو جدا. ليه مش هناخد يا مستر مضارع تام؟ لان في قاعدة بتقول ان فور ينفع تيجي مع الماضي بسيط اذا كان الحدث انتهى. لو الحدث ده انتهى فور تيجي مع الماضي بسيط. يا مستر يعني هتبقى lived اهو. we lived there for 30 years احنا عشنا هناك لمدة 30 سنة. تمام. number 11 yesterday امبارح. while I ما انت محفظنا يا مستر while بيجي بعديها ماضي مستمر اهو. while I was sitting وانا قاعد in class for first I felt a terrible pain in my head شعرت بألم شديد في راسي. حدث مستمر وحدث قطعه. وايل ماضي مستمر ماضي بسيط. نمبر 12 حامد زهير شعر حامد is with شعر حامد مبلل because he not a shower لسه حالا واخد حمام. يبقى he has just had فعل حصل في الماضي وليه اثر اهو. فعل حصل في الماضي حصل في الماضي وله اثر. فعل حصل في الماضي وله اثر. 13 تامر not a lot of health problems تامر عنده مشاكل صحية since he started living in that polluted city. يا مستر ما انت محفظنا قبل since مضارع تام يبقى has had مضارع تام since ماضي بسيط.
عنده مشاكل صحية من ساعة ما بدأ يعيش في المدينة المنوثة دي. نمبر 14 the doctor الدكتور approached يعني اقترب the patient قرب من المريض with a smile بابتسامة and told him وقال له that he not better مستر دي جملة غير مباشر الدكتور قرب من المريض with a smile told يعني الجملة غير مباشر متحولة قاعدة يونت 12 يعني انت عايز يا مستر عايز بعديها هنا ماضي عايز بعديها ماضي لوكس مش هتنفع has been looking مش هتنفع is looking مش هتنفع الوحيدة اللي هتنفع was looking بدأ يتحسن كان كلامه قال له you are looking better وتحول بقى he was looking better number 15 دعاء not at the nearby school دعاء اشتغلت في المدرسة اللي جنبينا دي for 3 years when she was young ما خلصت يا مستر هنا وين اهي الزمن الوحيد اللي ما بيجيش قبل وين مضارع تام ومضارع تام مستمر حلو جدا مستر بعد وين ماضي بسيط يعني ما ينفعش قبلها مضارع مستمر مستر بعد وين ماضي بسيط ما ينفعش قبلها مضارع بسيط مستر خلاص ما فيش غيرها وين كده نفسي تتعلم بحل ازاي طريقتي في الحل هتفرق معاك جامد جدا مستر يانج نوت هوسبيتال خطيره من هنا للسنه الجايه هو في المستشفى فور 3 ويكس ادله 3 اسابيع ناو بيكوز اوف كورونا فايروس بسبب الكورونا ديزيزز اه مستر هو مديني 4 ومده has gone to ما ينفعش يجي معاها مدة has been to ما ينفعش يجي معاها مدة was ما تجيش يا مستر مع فور لأن هو بيقول لك now ولسه هناك يبقى الوحيدة اللي هتنفع has been in وقلنا has been in معناها موجود في المكان ولازم يديني معاها مدة معناها موجود في المكان ولازم يديني معاها مدة خلصنا 16 جملة داخلين على الأربع جمل بتوع السكيلز ودول لازم تكون هضمهم كويس عشان تعرف تتعامل معاهم يلا يا غالي بيقول لك ايه they asked هم سألوا what time the department store ايه معاد المتجر ده وود اوبن مستر دي جملة غير مباشر جملة غير مباشر هي في الاصل كانت مباشر سؤال ولما باجي احولها للغير مباشر تبقى نقطة ارجع للجرامر بتاع يونت 12 يا مستر ده تبع الجرامر ولا تبع السكيلز الاثنين لما كنا بنحول افكرك بالجملة اللي حولناها why are you late يبقى she asked me why I was late هي فوق كانت question mark تحت ايه full stop او period يلا يا ريس which of the following is correctly punctuated اني واحدة في دول التركيب البنائي بتاعها صح punctuation يعني punctuation يعني علامات الترقيم يلا يا غالي looking straight at here طب احطها ليه دي بين two inverted commas دي بص الله وقال لها وهي دي اللي هتتحط بين two inverted commas looking straight هتطلعها برضه مش هتنفع دي مش هتطلعها ودي مش هتطلعها يلا looking straight at here he said I can't help you هي دي الإجابة يا مستر طب ما تتسرعش يا مستر شوف اللي بعديها اللي بعديها حاطط he said بين two inverted commas مش هتنفع بص لها وقال لها ده اللي هيتحط بين الأقوال لأن هو ده الكلام المباشر حتة بص لها وقال لها ده ملوش علاقة يتحط بين أقواس يلا يا غالي ركز كويس when we send an email لما نبعت بريد الكتروني we should write احنا لازم نكتب هو احنا بنكتب ايه يا مستر to و from والسبجكت فاكر الايميل يلا نشوف يا ريس to from والسبجكت بيقول لك the email of the sender and the receiver at the end في النهاية لا
يقول لك وي ذا سبجكت اوف ذا ايميل ات ذا بيجينينج، العنوان في المقدمه. اه العنوان في المقدمه. طب نكمل الثاني. ذا نيم اوف ذا سندر ات ذا بيجينينج، اسم الراسل، الراسل في المقدمه خالص. لا انا بكتب اسم الراسل واسم المرسل اليه، بس دي برضو تمشي. طب نكمل الثاني. Nothing before writing the body of the email، مفيش حاجة قبل جسم الايميل، لا دي غلط خالص. يبقى هما الاثنين دول the subject of the email at the beginning، السبجكت اهي. اه فوق بنكتب في البداية بنكتب السبجكت. With the name of the sender at the beginning، وعنوان الراسل في المقدمة. To رايح لمين؟ وفروم ده مني أنا، أنا السندر وده الريسيفر. يعني هما الاثنين انا شايفهم الاثنين صح مش غلط. انا شايفهم الاثنين صح مش غلط. تمام؟ ماشي يا ريس. طب انجاب الوضع ده يا مستر اختار ايه؟ اختار السبجكت عشان هو اساسي. اختار السبجكت. انجاب الوضع ده اختار السبجكت، لكن الثانية مش غلط. نمبر 20 ان شورت، باختصار. خلاص ده بيختم. ان شورت باختصار. Smoking is a bad habit. التدخين عادة سيئة. Which should be fought. يجب محاربتها. By all means. بكل الطرق. This sentence can be أو أم. دي خاتمة يا مستر. دي هتبقى conclusion. دي ما تنفعش مقدمة وأبدأ فيها بإن شورت. ولا الهوك سنتنس أبدأ بإن شورت. ولا التوبيك سنتنس أبدأ بإن شورت. دي conclusion. قيم روحك. جبت كام من 20 في اول جزئيه في الامتحان؟ قيم نفسك في اول جزئيه في الامتحان. ويلا يا ريس نتابع الامتحان ده عشان خاطر القطع والترجمه. الامتحان ده عشان تتدرب على القطع والترجمه. يلا يا غالي. يلا يا ريس قطعه سهله جدا، هي عايزه حبه تركيز بس. Human beings البشر are plagued يعني مصابين. كلمة plagued أصلا تيجي بمعنى الطاعون. plagued يعني الطاعون، بس هنا جاية في النص بتاعنا بمعنى مصابين. By all kinds of diseases. الناس مصابة بكل أنواع الأمراض. And millions of people die from. وناس كتيرة كانت هتموت منها. أو بتموت منها. Many of these diseases كثير من الأمراض دي such as زي إيه يا مستر؟ زي diabetes مرض السكر. بوليو خدناها في المنهج شلل الأطفال. Whooping whooping cough يعني السعال الديكي. And diphtheria ده مرض اسمه الدفتيريا. كان بي فتل حضرتك دول امراض فتاكه فتل. And in the past وفي الماضي people used to die from them. زمان كانت الناس بتموت منها. Die from them. However with modern technology حضرتك بالتكنولوجيا الحديثه and a lot of research والابحاث scientists العلماء and doctors والأطباء have come up with طلعوا لنا various way بطرق عديدة عملوا طرق عديدة to cure عشان يعالج these diseases هذه الأمراض and consequently وبالتالي many lives are saved وبالتالي حياة كتيرة أنقذناها. تمام. يلا يا ريس. In doing medical research واحنا بنعمل البحث الطبي. Doctors have come face to face with many problems. الدكاترة ابتدت تواجه مشاكل وجها لوجه. One such problem مشكلة من المشكلات دي is the opposition هي المعارضة. Opposition المعارضة that comes from animal
اكتيفيستس، المعارضة اللي جاية من الناشطين اللي مؤيدين للحيوانات، animal activists. They are against، هم ضد the inhuman treatment، المعاملة الغير آدمية. المعاملة الغير آدمية، طلع واحفظ. هم ضد المعاملة الغير آدمية لمين؟ الحيوانات. Of animals. They argue، هم بيتجادلوا، دول بيتخانقوا. That in conducting their medical research، doctors put animals through a very painful process. هم بيقولوا انه هم بيعملوا البحث الطبي على الحيوانات، انتوا بتسببوا لهم اذى او بتحطوهم في عملية مؤلمة. Painful process يعني عملية مؤلمة. And this should be stopped. حضرتك ان ده لازم يتوقف وعلى الفور. ما ينفعش تأذوا الحيوانات. ماشي يا عم، ايه ده بس على منهج شوية. To get their message across. عشان يوصلوا الرسالة بتاعتهم عملوا ايه؟ Animal activists. الناشطين بتوع الحيوانات. Are even willing to resort. يا اولاد الذين لجأوا الى. ابتدى يلجأ الى. هيلجأوا الى مستر. فايلنس، العنف، يتبطلوا هنضربكم. ليه يا عم كده؟ ميني انيمال بروتكشن جروبس، كثير من جماعات حمايه الحيوانات، هاف بروكن انتو لابوراتوريز، اقتحموا المعامل. ده ايه ده؟ اقتحموا المعامل الليجالي، غير شرعي، غير قانوني. To rescue animals، عايزين ينقذ الحيوانات. In many cases، في حالات كتيرة، the animals، الحيوانات، were part of research، هي جزء من البحث، for the cure of various diseases، لعلاج أمراض عديدة. Individual defects، وعيوب كثيرة. In babies، استخدمناهم عشان يعالجوا أمراض كتيرة. وفيديوال ديفكتس، عيوب بصرية في الأطفال. عيوب بصرية في الأطفال. ريسيرشرز، الباحثين، هاف كام اب وذ ميني كيورز، طلعوا لنا بعلاجات كتيرة. إن ذا بروسيس، في هذه العملية. أوف وركينج وذ أنيمالز، في التعامل مع الحيوانات. أند أون أنيمالز، وعلى الحيوانات أصلا. إن سبايت أوف وات أنيمال أكتيفيستس ثينك، بالرغم من اللي بيعتقدوه، اللي فاكرينه ان انيمال اكتيفيست، اللي هم نشطاء الحيوان. موست ريسيرشرز، معظم الباحثين، دونت تريت انيمالز كرولي، على عكس اللي هم بيعتقدوه. اصلا الباحثين ما بيتعاملوش مع الحيوانات بقسوه. ان فاكت مستريتد، لو هم اساءوا معاملتهم، لو هم أساءوا معاملتهم، which are in agony، لو هم أساءوا المعاملة بتاعتهم وعاملوهم بعذاب، مش هتدينا نتائج مظبوطة؟ أهو عذاب. will affect the quality of research، لو هم عاملوا الحيوانات بعذاب، مش هتدينا نتائج مظبوطة، مش هتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها، اللي نقدر نعتمد عليها وندي الدواء ده للبني آدمين. So that results، النتائج obtained اللي بنحصل عليها aren't really reliable، كده النتيجة لو احنا عذبناهم النتيجة مش هنقدر نعتمد عليها. Thus وبهذا researchers، الباحثين، do try to treat animals، بيحاولوا يعالجوا الحيوانات او يتعاملوا مع الحيوانات. As well as possible، كويس على قد ما يقدروا، بيتعاملوا معاهم كويس. ماشي يا ريس. In the long run، وعلى المدى البعيد، animal activists، نشطاء الحيوانات، can cause serious damage، ده ممكن يعملوا دمار شديد. To the future of medicine، باللي بيعملوه ده هيدمروا مستقبل الطب والدواء.
with their persistent campaigning بالحملة اللي هم مصرين عليها حملة ومصرين عليها persistent campaigning طلعناها قبل كده واحنا بنحل campaign يعني حملة much of the public support معظم من الدعم العام their cause يعني يا مستر معظم الناس بيدعم السبب people with AIDS الناس اللي عندها AIDS or cancer الناس اللي عندها cancer need doctors to do research محتاجين ناس تعمل ابحاث to save their lives عشان ننقذ حياتهم and often it is a case where animal research is crucial دي يا فندم دي حالة فيها البحث على الحيوان هام جدا before any cure can be found قبل ما نلاقي اي علاج لازم نجربه على الحيوان قطعة سهلة كويسة ما فيش حاجة يلا نحل يا ريس يا مستر هتيجي قطعة زي كده في نهاية العام يا فندم هو ده مستوى القطع اللي هيجي هو ده يا فندم مستوى القطع اللي هيجي وانا مسؤول عن الكلام اللي بقوله وانا ما بألفش قطع القطع دي جايبينها من كتب خارجية وانت عارف كده كويس اي قطعة بحطها لك في الامتحان يا اما من امتحانات ثانوية عامة يا اما من الكتب الخارجية انا ما بعرفش ألف قطعة انا اعرف اوريك تتعامل ازاي مع القطعة يلا يا غالي A lot of fatal diseases كثير من الامراض الفتاكة can be cured ممكن علاجها today ينفع نعالجها الايام دي because of بسبب ايه يا مستر بسبب their weakness ضعف المرض لا طبعا the hot weather الطقس الحار لا طبعا ايه علاقة الطقس existence of animals وجود الحيوانات ولا modern technology and a lot of research لا المودرن تكنولوجي و a lot of research هو اللي بيعمل هو اللي بيعالج الامراض الفتاكة 22 The use of plagued كلمة plagued اللي هي مصابين اللي هي قلنا عليها التعون Paragraph 1 suggests that diseases بتقول ان المرض ده وماله يا مستر المرض ارديدلي ميت لما بيموت الناس have just been discovered لم يكتشف are annoying مضايق لا امال ايه يا مستر have been bothering people for some time بيضايق الناس لفترة طويلة معنى انه يصاب بالمرض يعني هيضايقه ماشي يا مستر 23 the best title افضل عنوان to the passage is افضل عنوان للقطعة دي ممكن يبقى ايه diseases and experimenting on animals هو ده يا مستر عنوان كويس الامراض والتجارب على الحيوانات اتعلم بحل ازاي من فضلك الامراض والتجارب على الحيوانات 24 The belief of animal activists اعتقاد نشطاء الحيوان that بيعتقدوا ايه Animals shouldn't experience any pain in experiments هما مش عايزين الحيوانات تواجه اي الم في التجارب بتاعتهم صح ده اعتقادهم هما عايزين كده فعلا Animals shouldn't be sacrificed لا يضحى بيها هما قالوش كده Animals should only be used in experiments that aim to cure human diseases ما قالوش كده ده مش هدفهم animals should be treated well so that it doesn't affect the quality of research لا ما قالوش كده ده اللي كانوا فاهمينه غلط 25 according to paragraph 3 طبقا للباراجراف الثالث animal activists نشطاء الحيوانات may resort to هيلجاوا الى كانت موجودة violence العنف اللي هي brute force يعني القوة الوحشية اللي هو العنف يعني 26 to save animals عشان ننقذ الحيوانات not takes a back seat عشان لو انقذنا الحيوانات العلاج هياخد خطوة للخلف اهو takes a back seat العلاج اهو find the cure for diseases إيجاد علاج للأمراض هياخد خطوة لورا 27 Which of the following أي واحدة في دول Which of the following statements is false
خطأ، عايزين عبارة خطأ. Fatal diseases أمراض فتاكة like diabetes زي diabetes and AIDS are a thing of the past اللي هي جزء من زمان، يعني مفيش حد دلوقتي عيان عنده سكر ولا AIDS. هي دي العبارة الخاطئة مستر من غير ما نكمل باقي. لا ده في ناس دلوقتي عندهم سكر وفي ناس عندهم AIDS. The antonym of the word various عكس كلمة various، various يعني متنوع، countless يعني لا يعد متنوع، several يعني عديد، numerous يعني عديد، ما فيش غيرها مستر فيو. فيو جبت كام يا غالي؟ من 8 في القطعة، مع العلم ان القطعة كانت كويسة. قول لي جبت كام من 8 وتعالى نشوف قطعة تانية. مواصفات الامتحان حتى الآن قطعتين، فمن فضلك حمل على روحك شوية في القطع. القطع وحديها ب16 درجة. أنا عايزك كل يوم تحل قطعة. يلا يا غالي. It was a school holiday. إحنا في أجازة المدرسة. For حازم and مازن. أجازة الواد حازم وأجازة الواد مازن. They were studying هما الاثنين بيدرسوا in the same primary school. يا فندم الاثنين في مدرسة ابتدائي. صغيرين يعني. They wanted to go to the library. هما عايزين يروحوا المكتبة. That was in their neighborhood. المكتبة دي اللي في المنطقة المجاورة. Being the older brother حازم الكبير حازم was left Torika in charge of مسؤول عن مازن. حازم بقى هو اللي مسؤول عن مازن. It took less than 10 minutes خدت منهم اقل من 10 دقايق to walk ان هم يتمشوا to the library للمكتبة. The library was very quiet. المكتبة النهاردة هادية. حازم was glad that it wasn't crowded. يا فندم هي مش فاضية لكن مش زحمة النهاردة. ركز في كل كلمة. Normally when they came في العادي لما بيجوا the children's section قسم الأطفال would be packed with parents اللي بيبقى مليان بالوالدين and their young children وأطفالهم الصغيرين. Sometimes أحيانا the children obstructed the way بيسدوا الطريق يعوق الطريق and made it difficult وبتجعل من الصعب for people to walk بيبقوا سدين الطريق كده فصعب على العيال انها تتحرك صعب على الناس انها تتحرك. Yet ولكن the parents الوالدين never bothered لا تتضايق. الوالدين مش بتتضايق to correct the children's behavior. العيال سد الطريق والناس مش عارفة تعدي ووالدها ساكتة مش راضية تقول لها لا يا ابني ما تعملش كده. This وده اللي هو عدم تفاعل الوالدين irritated يعني ضايق حازم وده زعل حازم. حازم عند مازن had different interests هما مش زي بعض كل واحد ليه اهتمامات مختلفة. حازم usually read books بيقرأ كتب on the mysteries ده بيقرأ كتب على الأسرار الغامضة. While مازن بورود نون فيكشن بوكس مازن بيحب النون فيكشن الكتب الواقعية على ايه؟ على العربيات. طب والواد حازم بيحب الميستريز اللي هما الأسرار الغامضة. As حازم was flipping through a book وهو بيقلب في كتاب there was a sudden loud crash سمع صرخة. سمع صرخة. At first he ignored دينا كده أي حاجة واحد بيزعق وخلاص تجاهل الصرخة دي. Then
a familiar voice, صوت هو عارفه. هو ما عارفش من المكتبة غير صوت أخوه. صوت هو عارفه called out. بينادي يقول help, I'm stuck, الحقني أنا عالق. أنا محبوس، أنا عالق. He recognized the voice. أدرك الصوت دوا as مازن. عرف إن ده صوت مازن أخوه. He immediately وعلى الفور put down his book. حط الكتاب بتاعه and went in search of مازن. وراح يدور على أخوه مازن. Instead he found a pile of books. لقى كومة من الكتب. On the floor على الأرض and an arm sticking. وفي دراع كده طالع. Out from under earth. ولا دي underneath تمام. underneath يكون في دراع طالع كده من تحت. مازن was under the pile books. مازن تحت كومة الكتب. حازم سد يعني تنهد. and removed the books. وابتدى يشيل الكتب. freeing مازن. بيحرر اخوه مازن. What happened? إيه اللي حصل؟ ده حازم بيسأل مازن. مازن بيقول له explain that he had found an interesting book. أنا لقيت كتاب عجبني. But it was on the uppermost shelf. الكتاب ده كان في أعلى رف. He tried to reach for it. حاول يوصل له. But couldn't. ما قدرش. Thus وبالتالي he attempted حاول to climb up the highest shelf. حب يطلع على الرف العالي. By stepping on the lower ones. وقف على الرف الواطي وطلع للرف العالي. In this process وهو بيعمل كده he ended up pulling down. انتهى بان هو وقع والكتب وقعت فوقيه. The books instead. By this time قبل التوقيت ده many eye were on them. الناس كلها بص عليهم. حازم was red. حازم وشه حمر. As a beetroot. عامل زي الجزر بتاع البنجر. كلنا عارفين البنجر لونه احمر جام. وشه حمر عامل زي جزر البنجر. From embarrassment من الاحراج. احفظ الكلمة دي. من الاحراج. The two of them الاثنين quickly returned. رجعوا. The fallen books. رجعوا الكتب. اللي وقعت. Onto the shelves. في الارفف. And scrambled. وزحفوا. Out of the library. طلعوا برا المكتبة. قطعة سهلة جدا. يلا يا ريس. 29. The best title. افضل عنوان. To the passage. افضل عنوان للقطعة. Is. افضل عنوان للقطعة. An embarrassing situation. موقف محرج in the library. 30. Why did حازم and مازن go to the library? اللي خلاهم راحوا المكتبة عشان ده يوم أجازة. It was a school holiday. مفيش جملة غريبة. Which one of the following pieces of information isn't true? انهي واحدة في دول مش صح. isn't true. مش صح اهو. The library was usually very empty. المكتبة على طول. هو عايز مش صح ان المكتبة على طول فاضية. لا طبعا ده اليوم ده ما كانتش فاضية كمان. كانت مش مليانة قوي. هو ده اللي مش صح. What does this in paragraph 3 refer to? This دي كانت على رد فعل الاباء. يعني هتبقى the parents not bothering. عدم ضيق الاباء to correct انها تصحح their children's behavior. 33. Which one of the following is true? انهي واحدة في دول صحيحة. انهي جملة في دول الصح. The two brothers had different interests. كل واحد ليه اهتمامات غير التاني. واحد بيحب يقرا النون فيكشن كارد وواحد بيحب يقرا الميستريز. 34. What caused the crash? ايه اللي سبب التصادم ده؟
ايه اللي سبب التصادم؟ ها مازن تراينج بيحاول تو ريتش فور ا بوك اون ذا شيلف، بيحاول يوصل لكتاب على الرف. 35 واي ديد ذا تو اوف ذيم، ليه الاثنين دول سكرامبل زحفوا جريو اوت اوف ذا لايبرري؟ ايه اللي خلاهم جريو من المكتبه؟ لانهم كانوا محرجين. They were embarrassed، محرجين by the commotion، بالموقف اللي حصل. They had caused بالدربكه والموقف اللي هم الفوضى اللي هم عملوها. The antonym of the word ignored، عكس كلمه ignore يعني يتجاهل، يبقى عكسها يلاحظ، يبقى noted. Noted buzzed over يعني يتجاهل برضو، overlooked يعني يتغاضى، يتجاهل، unnoticed يعني لا يلاحظ. كام يا غالي من 8؟ يلا نحل يا غالي الترجمة بقى. Egypt started to regain، regain يعني تستعيد، بدأت مصر استعادت. It's leading rule يعني دورها الريادي. In the area في المنطقة، بدأت مصر في استعادة دورها الثانوي، بدأت مصر في استعادة دورها القيادي في العالم. هو ما قالش مع عالم، قال ريجين ان ذا اريا في المنطقة. بدأت مصر في استعادة دورها القيادي في المنطقة، عندنا الاثنين دول. It hosts and supports، أصبحت تستضيف يا مستر مش تستبعد، يبقى الإجابة بتاعتنا ب. ما كملناش دقيقة، فهو ده اللي أنا عايزك توصل له، إنك بتقرأ الترجمة وبتحل وبتطلع الكلمات وكل حاجة. جرب تاني، جرب تاني. Fashion has become extremely important، يعني يا مستر لقد أصبحت الموضة هامة للغاية، لقد أصبحت المعرفة، غلط. لقد أصبحت الموضة ثانوية، غلط. لقد أصبحت الموضة هامة للغاية بين الشباب، لأنهم حريصون على الظهور بشكل أنيق، ومع ذلك فإن الكثير منها قد يكون له تأثير. الكلمة دي يا مستر هنا ايه؟ personality او negative impact يعني له تأثير سلبي، يبقى تأثير سلبي الصح والإجابة هي الغلط يا مستر. اهو يا فندم الإجابة، عشان خاطر ربنا اتعلم بحل ازاي. الموضوع سهل بس انت اللي بتصعبه على روحك. طب يلا يا غالي هنعكس بقى، هنعكس. تحاول الحكومة ان تتحكم في ارتفاع الأسعار وأن تواجه جشع التجار بكل الوسائل، محاولة بذلك تخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي. يلا يا ريس. The government is trying to control the rise in prices and face the greed of traders، يا مستر مش producers. طارد، ماشي. The government was trying، مستر هي حاولت ولا بتحاول؟ طارد. The government tried، اختار مستر الإجابة دي من غير ما أكملها. The government is trying to control the rise in prices، كله يطلع الكلمة دي ويحفظها، ارتفاع الأسعار. And face the greed of traders، ومواجهة جشع التجار. Which can have an effect، له تأثير. On relieving the effects، تخفيف آثاره. Of economic reform، آخر واحدة ما خدتش كل واحدة دقيقة وانت حر. يساعد التعليم المرأة على ان تكون اكثر انتاجية في عملها واما ناجحة في بيتها، لذلك تدافع المنظمات النسائية عن اهمية تعليم البنات. Education helps the women to be less، ازاي يا مستر less؟ ما هو عايز اكثر انتاجية. Education helps the women to be more productive، ماشي. Helps the women to be more productive، helps the women to be more consuming، طارت. يبقى أنا عندي الاثنين دول، productive at work and a successful mother at home. However ولا therefore، كاتب يا مستر لذلك، يبقى لذلك therefore مش however، يبقى الإجابة هتبقى C. Therefore feminist organizations
المنظمات النسائية ديفند جيرلز ايدوكيشن، تدافع عن تعليم البنات. بكده حبايبي الغاليين خلصنا الامتحان الاول على الوحدة الاولى، وعايز اشوف درجاتكم كلكم بلا استثناء. جبت كام من 40؟ قيم نفسك. ميزة الامتحان الورقي بيدربك، وميزة الامتحان الالكتروني اسئلته كتيرة جدا. حطينا في الامتحان الالكتروني اكتر من 8 كتب. اتدرب، حل كتير، دوس على نفسك شوية عشان ربنا يكرمنا. بتبسط جدا 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 من تعليقاتكم، واتمنى لكم كل الخير، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. احنا في ايام كلها بركة، عيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك، ايام كلها بركة على المسيحيين وعلى المسلمين على مصر كلها. دوس على نفسك، حمل على نفسك، ذاكر كويس. فرحتنا الكبيرة يوم النتيجة، اعمل كل اللي تقدر عليه عشان تفرح والديك وتفرح بمستقبلك. ربنا يسندكم وربنا يفرح قلبكم. اشوف وشكم بألف خير.